قام بالتصفيق وقال باستعجاب: لديك القوة على محاربة التنين، هل أنت حليف جديد أم عدو؟ بعدها ذهبنا برفقة كايا وإمبر والتقينا بقادة فرسان فافونيوس جين ومساعدتها ليسا، وقد طلبوا منا مساعدتهم في تحطيم كريستالات ستروم تيرر. بعد أن حطمنا كريستالات ستروم تيرر ظهر ساحر غريب في جانب كايا، ولكن في لحظة ظهر الحامي السري لمونستر ديلوك وقام بقتل هذا الساحر بكل سرعة وسهولة. بعد أن عدنا لمونستر اكتشفنا أنه كل العصير والغيوم التي أنشأها ستروم تيرر قد ذهبت. ظهر أحد أتباع الفتوي واقترح على جين أن تقوم بقتل تنين ديفالن، ولكن جين رفضت بسرعة وقالت أنه هذا ليس وحشا بل أنه الحامي لمونستاد، وبدلا من قتله يجب عليهم أن يقومون بتهدئته، ومن أجل تهدئة التنين ديفالن يجب أن يستخدموا الهولي لاير الخاص بفينتي، وهي آلة موسيقية لطالما أحب ستروم تيرر أن يسمع لألحانها. بعد عدنا مع جين إلى ليسا وعطيناها الكريستالة دمعة ديفالن الحمراء التي يوجد بها قوة غريبة، ولكن عندما حاولت ليسا لمسها أذتها وقالت أنه كل مرة تقترب إليها تقوم بإيذائها أكثر، فاستنتجت أن هذه القوة الموجودة في داخل الكريستالة دمعة ديفالن لا تتجاوب أبدا مع قوة المعطاة من الأركون أي قوة العناصر. لكن من الغريب أن إيثر لم يتأثر بها ويستطيع حملها ولمسها بكل بساطة. أثناء ذلك وجدنا ذلك الفتى الذي كان يتحدث إلى التنين يجري ويذهب إلى الساحة، وعندما التقيناه قام بسرد قصة التنين ديفالن، واتضح أن هذا التنين الملقب بستورم تيرر أو العاصفة الذي كان يراه كثير من الناس على أنه وحش، اتضح أنه أقوى حام موجود لمونستاد، وأن هذا التنين ليس شريرا وكان صديقا مع إله الرياح باربيتوس، وهو من رباه وعلمه على كل شيء، وهو أيضا من هزم التنين النار وقد أحمى مونستاد لسنين كثيرة، ولكن الناس لم يعرفوا هذا الشيء وظنوا أن ستروم تيرر وحش يجب التخلص منه. تحدث إيثر مع فينتي، عندما أخذ الكريستالة الخاصة فيها تحولت إلى اللون الأزرق وتنقل. استغرب فينتي من هذا وأخرج الكريستالة التي يملكها، قال لا هل تستطيع تنقيتها أيضا؟ وتفاجأ فينتي بأن الترافلر أيضا قد قام بتنقية الكريستالة التي لديها فينتي. طلب منا فينتي أن نقوم بجمع دموع ديفالن الحمراء ونقوم بتنقيتها، وذلك من أجل أن ندمجها بديفالن الخاص ببربيدوس. لكن عندما ذهبنا للتحدث إلى الأخت الموجودة في الكنيسة رفضت تماما أخذنا للهولي لاير الخاص ببربيدوس، مع أنه فينتي قدم نفسه واعترف أنه هو نفسه بربيدوس إله الرياح، ومع هذا رفضت. أخبرنا فينتي أن علينا التسلل في الليل لكي نحصل على هذا الهولي لاير، ولكن عندما وصلنا ظهرت ساحرة الفتوي وسرقت الهولي لاير وهربت بسرعة، ثم قاموا بمطاردتنا فرسان فافونيوس وظنوا أننا نحن من قمنا بسرقته، واختبأنا في البايرون الخاص بديلوك، ولكن ديلوك لم يفصح للفرسان مكاننا لأنه بكل بساطة يكره فرسان فافونيوس بسبب ماضيه المجهول. هذا قد طلبنا مساعدة ديولوك للذهاب واسترجاع الهولي لاير، وبالفعل ابن الفتوي استعدنا الهولي لاير وعدناه لفينتي، ولكن قال فينتي أن الهولي لاير بسبب طول المدة التي لم يستخدم فيها أحد قد فقد قوة الرياح الموجودة في داخله، واقترح أن نقوم بدمج الهولي لاير مع الكريستالات التي قمنا بتنقياتها من دموع ديفالن، وبالفعل قد استعاد الهولي لاير أو الآلة العازفة الخاصة ببربيروس كامل قوتها. اصطحبنا فينتي إلى المكان أو الجبل الذي اعتاد أن يعزف لديفالن الألحان التي يحبها على أمل أن يستعيد ديفالن يهدأ من غضبه، ولكن المفاجأة كانت أن ديفالن كان هائجا جدا وقد قام بإيذاء فينتي، قد كسر الهولي لاير. ظهر أنه السبب في هذا أيضا هو ساحر ثلجي أنا وراء هذه الدبابيس التي غرست في ظهر ديفالن، وهي من تجعله غضبا وهاجئا وتتم السيطرة عليه،
ولكن الصدمة كانت بأن المسبب الأساسي لغضب ديفالن وكل هذه المشاكل هي أخت بطلنا لومين، واتضح أنها هي من أرسلت أتباعها السحرة لجعل ديفالن يصبح هائجا، وكان هدفها بأن تستخدم ديفالن كسلاح. وللآن أهدافها كلها مجهولة ولا أحد يعرف أين هي ولماذا فعلت ذلك. اتحدنا مع فينتي وجين وديلوك وقمنا بالذهاب إلى ستوم تيرر، ولم تتبقى طريقة إلا بقتال ستوم تيرر وردعه. بعد أن قمنا بالقتال مع ستوم تيرر استطعنا أخيرا هزيمته، ولكن بعدها تدمر القصر السماوي كنا نقاتل فيه ديفالن، ومن ثم سقطنا وكنا على شفا الموت. ولكن في آخر لحظة التقطنا التنين ديفالن، وبعدها عرف الكل أن هذا ليس وحشا فلأنه كان تنينا هائجا يتم السيطرة عليه من قبل شقيقة بطلنا لومين. قد عدنا إلى الكنيسة وجدنا باربرا أحد الأخوات الموجودة في هذه الكنيسة، ولكنها انصدمت وغضبت كثيرا بأننا كسرنا الهولي لاير، ولكن قام فينتي بتزييفه على أنه قد اكتمل بسحره غريب، وجعل باربرا تظن أنه بالفعل قد أصلح، ولكنه هذا مجرد خدعة بصرية لكي يجعل باربرا تهدأ. عاد السلام إلى مونستاد، وخرجنا مع فينتي وظننا أنه كل شيء سار على نحو جيد، ولكن فجأة ظهرت أحد قادة الفتوي تدعى بسينيورا، وقد قامت بسرقة قطعة الأركون الخاصة بفينتي، ولقد كانت قوية جدا لدرجة أن أحد الأركون السبعة لم يستطع ردعها. قد سرقت بالفعل قطعة الأركون الخاصة بفينتي وقد هربت بعدها. وقد أفقدتنا الوعي نحن وفينتي، ومن ثم استيقظنا وجدنا باربرا تقوم بعلاجنا. بحثنا عن فينتي فوجدناه عند الشجرة، بعدها استفسرنا منه لماذا لم يقاوم ولماذا هذه الفتاة تريد قطعة الأركون الخاصة بفينتي. يو السلام عليكم يا شباب، كيف حالكم؟ اتمنى يكون المقطع عجبكم، لانه الصراحة مرة تعبت عليه، فقدروا اتمنى انكم تقدرون تعبي بلايك واشتراك، وشكرا على الملاحظات اللي خليتوها بالفيديو الماضي. صراحة ملاحظاتكم ساعدتني مرة اني اسوي قصة مثالية وحلوة لكم عشان تسمعونها. فيب كان هذا كل شيء في المقطع، وانتظروا الجزء الثاني وبس، مع السلامة.